مساء الخير، أهلا مطبعين في الدنيا، وأهلا بيكو في فيديو جديد وشقة جديدة. ونقول نبدأ بلايك زي ما اتعودنا منكم، نبدأ بأحلى لايك منكو. واللي ما اشتركش معانا في القناة أول مرة ينورنا، يا ريت تشترك معانا في القناة. وطبعا شقة النهاردة بقى هتبهركو، النهاردة مش شقة، النهاردة فيلا بشكل حلو قوي بتفاصيل مختلفة، فيها حاجات شدتني جدا وأول مرة أشوفها. هتشوفها دلوقتي لما نطلع الدور التاني. هنا طبعا تحت في المدخل، في الدور الاول المطبخ وريسبشن، وزي سفره صغننه كده. بصوا ده المطبخ اهو، ده كل ده المطبخ. شايفين بقى اللون الابيض تحفه. تعرفين طبعا ان انا شخصيا الابيض ده بالنسبه لي لون اساسي، يعني لون بيحسسك بالمتعه وبيوسع كمان اي مساحه عندك. بصوا اهو المطبخ، طبعا مساحه بتطل عليه. هنا عندي انتري مودرن خالص، يعني دخل فيه النحاس او الستيل باللون السيلفر الذهبي، اسفه، الفازه ذهبي. الانتري مودرن جدا جدا، هو زيتي في اوف وايت، والكنب او الترابيزه بتاعته ابيض، المكتبه بتاعه التلفزيون ابيض. فالاساس طبعا عندي في الشقه ابيض. تاني كده المطبخ، بصوا اهو شايفين شكله بقى وترتيبه، وده الانتري. حتى هنا كفوتي تاني كبير اهو ابيض. التقفيلة المطبخ فيها طبعا متقفله للسقف، فيها هنا التقفيله، فيها الميكرويف والفرن والبوتاجاز البلت ان هنا على الرخامه هنا اهو. ممكن كمان تحطي هنا كرسيين. شايفين بقى شكل المطبخ. وجماعه البنات اعملوا ابيض في المطبخ، اعملوا ابيض في اوضه النوم. ادي اوضه النوم الرئيسيه، هي طبعا عندها اكتر من اوضه نوم، بس دي اسفه دي مش اوضه رئيسيه. هوريكم بقى الاوضه الرئيسيه، الاوضه السرير كابوتيني اوف وايت، والسجاده ابيض، والملايه ابيض. بصوا السجادة والملاية نفس الماركة، تمام. تكفين بقى الجمال والترتيب والتنظيم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعد يا رب ويسعد كل البنات اللي في الدنيا، واي حد عاوز يغير في بيته ربنا يكتب له ويدي له ويوسع عليه يا رب. ادا انتري تاني، انتريك يعني انتري صالون، واخد شكل كلاسيك شويه. بصوا اتفرجوا على الانتري دلوقتي، عشان هي دلوقتي هتبدا تغير الكوشن والفازه بشكل مختلف. الكوشن ابيض في بامبا، والانتري اصلا اوف وايت. السجاده شاج فارو، هات السجاده شاج يا جماعه. بعد كده ممكن الفاره بتاعته تهبط شويه، بس احساسه حلو قوي، ملمسه حلو، بيدي احساس بالدفى واحساس برفاهيه وانت بتدوس عليه، حلو جدا. اتنين بوتيك كبار تقليديين اهم زي الصالون. بصوا كده كمان الترابيزة، هنكذب في الترابيزة عشان دلوقتي هنغير الديكور اللي عليها. إيه كوشن اهو بامبا في ابيض. بصوا الورد ده شكل الانتري، ده اول انتري. هوريكو تاني انتري تاني، وهوريكو اوض نوم مختلفة. بصوا الانتري بعد ما حشت الكوشن بقى شكله مختلف، الظهر بتاعه بان الكابوتيني. غيرك كمان في الفازه، كل دي افكار انت ممكن تستفيدي منها. استنوا بقى هنا ندخل على اوضه النوم دي اللي خدتني جدا جدا جدا، حبيتها قوي. بصوا الاوضه تحفه تحفه، مش هقول بقى خشب كتير ودولاب كبير، لا الاوضه تحفه جدا. ابيض في السيلفر رائع، الصناديق كفكرة تخزين، المراية التسريحة فيها ستلس وفيها ازاز اهو. بصوا الكوشن الحاجات اللي عليه اهو، ده ما ينفعش تنام عليه بس بيدي شكل حلو او ديكوري. فين بقى الاوضه وجمالها وتفاصيل التسريحه؟ انا عامله التسريحه دي بس من غير الاضاءه دي. بصوا الاوضه وجمالها، دول الاوضه الاساسيه الماستر. في اوضه تانية برضو اساسيه غير الاوضه الصغننه، اوضه الاطفال عندهم بقى تحفه بقى، يعني موضوع تاني. بصوا بقى هنا هي لما نقلت الانتري، بصوا كده الشكل، الترابيزه متنجده هنا كابوتيني اهو. بصوا بقى السفره، السفره قد ما هي بسيطه جدا كخشب، بس التفاصيل اللي عامله الفارو. الفارو ده بنات موجود منه ب 250 و300 وطلع لغاية 700 800، يعني ابو 250 يمشوا الدنيا لو هترميه كده او هتعملي منه كوشن.
بص بقى تفاصيل الفازة. بصوا بقى الجمال هنا. بصوا ركزوا بقى في المفرش اللي حطها على ترابيزة السفرة، بسيط جدا يا بنات. ممكن تجيبوا ستان وتعملوا الجانب الإطاري السيلبر ده اهو، ما يكلفنيش، بس شكله شيك قوي قوي. مع كاس عندي قديم ممكن احط عليه الاطار السيلفر ده، هيبقى طقم حلو قوي وسيمبل، وفي نفس الوقت انا غيرت في حاجه ذكوريه في البيت. اهو بصوا شايفين الفكره، ساتان عادي خالص، وبجيب على الاطار الفضي ده من اي حد بتاع محل قماش. بصوا اوضه السفره فيها الفرو عتي دفى، الكوشن الفرو والفرو المرمي على الكرسي في البوفيه بقى بتاع. بصوا بقى هنا الانتري ده، إيه يعني، هو شكله قيم يدي على الصالون اكتر، اللون بتاعه عشان غامق. بصوا كده، خلي بالنا نفس الكنبه دي نفس كنبه الانتري اللي وريها لكم دلوقتي من شويه، بس فكره الاسود مع الاوف وايت مع الذهبي كفازه كديكور عاتي عمق شويه او شكل كلاسيكي شويه. الانتري الانتري اصلا كله مودرن. والنجفه بصوا بقى اوضه النوم دي بقى، يعني مش عارفه الشقه دي كلها واخداني صراحه، يعني اعتقد ان هي تعجبكم زي ما عجباني. وطبعا اتمنى اسمع رايكم في الكومنتات. السرير الكوشن بتاعه رائع، البامبا مع الذهبي، الاوضه برضو بسيطه جدا لكن مهتمين بكل جزء في التفاصيل. هنا الشمعدان ده حلو، عجبني جدا فكره الشمعدان الازاز جواه الورد وفوق الشمعدان نفسه عروسه البحر. ها اتكلمت كتير في الشقة دي، بس الصراحة هي واخداني وشداني، وحبيت اشارككم يعني احساسي بيها. اسمع رأيكم بقى في الشقة دي، وان شاء الله تقولوا لي الشقة الفيديو الجاي عايزينه شقة مصرية تركية من دولة عربية من دولة أوروبية. وبستمتع جدا بكومنتاتكم وآرائكم الجميلة، وبستمتع اكتر لو حد قال ان قدر يستفاد من الافكار دي او طبق فكرة منها. وشكرا لكل كلام الناس اللي شرفتني ونورتني في القناة، وكل الكلام الإيجابي اللي بيديني طاقة إيجابية وبيديني كمان طاقة ان اجيب لكم شقق وحاجات احلى واحلى. بصوا بقى هنا دي أوضة مكتبة، هنا الكرسي عليه الكوشن فارو. بصوا بقى النجفة أو أسفل الأباجورة، هنا شباك إزاز أو الباب إزاز أهو، بيدي عمق شوية للمكتبة. السلم ده ديكوري، وفي نفس الوقت تقدر تجيبي من الأرفف في المكتبة اللي فوق. رصة المكتبة ونظامها واللون الأبيض والحاجات اللي التفاصيل اللي فيها حلوة جدا، لو حد عنده مكان يقدر يعمل مكتبة استفيدوا كمان من الفكرة دي. اهو الباب الازاز عاتي عمق ووسع كمان المكان، لان المكان مش كبير. فكرة ان انا احط الاباجورة بالشكل ده عشان اللي يقعد يقرأ على الكرسي حلوة قوي. الطابلوهات اللي بشكل السريالي دي عجباني برضو قوي، الكرسي مروح جدا تقدري تقرأي عليه. الكوشن بقى الفارو والترابيزة اللي عليها فارو، وطبعا الترابيزة خشب اهي. أوضة الأطفال دي بقى اللي رائعة، يعني عجباني جدا موت، تسريحة بقى طعمة جدا، السرير التفاصيل. أتمنى إن شاء الله إن فيديو النهاردة يكون عجبكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة، وأسيبكم تستمتعوا بالثواني لسه في الفيديو. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولايكاتكم كتير وتعليقاتكم الجميلة، مستنياكم أحلى متابعين في الدنيا.